يشوفون تحديات كبيرة ستواجه لا محالة، لأن الجزائر ليست الجزائر التي كانت تعيش البحبوحة المالية. تحديات اجتماعية اقتصادية وسياسية وأيضا دبلوماسية ستواجه، لكن على حسب ما تم تصريحه أثناء الإعلان للنتائج الأولية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بفوز عبد المجيد تبون برئاسيات 12 ديسمبر، قد توعد بأن ترجع الجزائر إلى هيبتها، وقد توعد بإرجاع إلى اقتصادها، وقد توعد بالإصلاح في المنظومة الاجتماعية وأيضا محاربة الفساد وإصلاح عميق وجذري في الدستور الجزائري. إذن كل هذه التعهدات لعبد المجيد تبون جعلت منه اليوم ربما قطبا للجزائريين، وذلك لماذا سينتظرونه من تطبيق لوعوده. إذن متابعينا الكرام، لا بأس أن نقول ونبكر أن عبد المجيد تبون من مواليد 17 نوفمبر 1945 بالمشرقية، هو سياسي جزائري أصبح رئيسا للجمهورية 8 والمنتخب انتخب في 12 ديسمبر طبيعة الحال 2019 الخاص والعام يعرف هذا. كان رئيسا للوزراء في حكومة 2017 لفترة ما بين 25 ماي 2017 إلى 15 من أوت من ذات السنة بعهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. كان وزيرا للسكن والعمران في عدة حكومات جزائرية، وكان وزير للاتصال، وتبوأ مناصب مختلفة في دولة كان في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل في انتخابات الرئاسية. إذن كان ترأس عديد المناصب كما تفضلنا وقلنا في حكومات مختلفة. إذن عبد المجيد تبون هو إطار على مستوى الجماعات المحلية من سنة 1975 إلى 1992. كان أميناً عاماً لكل من ولايات أدراج أثناء، وكذا مسيلة ووالي لكل من ولايات الجلفة أدراج يارج وإيزي موسو. و 1991 وزير منتدى للجماعات المحلية، 1999 وزير السكن والعمران، إلى 1991 إلى 2000 وزير للاتصال، 2001 2002 وزير السكن والعمران، 2012 نفس المنصب إلى غاية 2014. وسنة 2017 كان مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة. وفي 25 من مايو 2017 كان وزيرا أولا وأنفيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية السابق في 15 أوت. إذن في 13 من ديسمبر 2019 ووفقا لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ترشح لها تبون كمرشح حر وأتى في المركز الأول بنسبة 58.15%، يليه مباشرة عبد القادر بن كرينة بنسبة 17.38%، ممثلا حركة البناء الوطني. علي بن فليس في المرتبة الثالثة بنسبة 10.55%، وكذا عز الدين مهوبي المرتبة الرابعة بنسبة 7.26%، إضافة إلى عبد العزيز بالعيد المرتبة الخامسة والأخيرة بنسبة 6.66%. هذا وأكد المجلس الدستوري في تاريخ 16 ديسمبر 2019 على صحة نتائج الانتخابات، وأن عبد المجيد تبون رئيسا رسميا للجزائر وفقا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات. هذا هو تباشرت ردود الأفعال وعقب إعلان فوزه بانتخابات الرئاسية 2019، حين وجه رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي تهانيه للشعب الجزائري ولرئيس المنتخب عبد المجيد تبون. وأيضا روسيا هي الأخرى صرحت وزارة الخارجية طبعا الحال أن إجراء انتخابات رئاسية خطوة مهمة في تقدم الجزائر، وأنه يؤدي انتخاب رئيس جديد إلى تعزيز
تعزيزي العلاقات الروسية الجزائرية. الإمارات العربية أيضا دعا محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن زايد النهيان بعثا ببقية تهنئة للرئيس عبد المجيد تبون. قطر هي الأخرى، وكذا السعودية، البحرين، وكذا الولايات المتحدة التي هنأت المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية 2019 والتي فاز بها تبون. وكل هذا جاء كردود أفعال بعد فوز رئيس الجديد عبد المجيد تبون لرئاسية 2019. على كل اليوم متابعينا الكرام، هو عرس وطني يتابعه كل المواطنين الجزائريين بطبيعة الحال، ويوم تاريخي يكتب للجزائر باعتلاء رئيس جديد لجمهورية جديدة ثامنة للجزائر، وعد بعديد الوعود